حياكم الله مشاهدينا من جديد، ويسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع الأستاذة هبة السعد، رئيس الملتقى التربوي وعضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية. راح نتحدث معها عن جمعية المعلمين الكويتية التي تقيم ملتقى تربوي بعنوان التعليم أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية. حياك الله معنا أستاذة في برنامج مساء الخير يا كويت. يا هلا فيكم، الله يحييك أختي الكريمة، مساء الخير جميعا. حياك الله أستاذة هبة، وبداية لو تعطينا فكرة عن إقامتكم للملتقى التربوي بعنوان التعليم أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية. حياك الله أستاذ أحمد، يا هلا مرحبا فيكم، أرحب فيكم وأشكر طاقمكم الكريم إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج وهذه الاستضافة. إحنا ملتقانا الملتقى التعليم أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية هو عبارة عن ملتقى يهتم بالجانب التعليمي وقضايا التعليم، عبارة عن جلسات حوارية بين نخبة مميزة من الخبراء وذوي الاختصاص، تناول فيها بعض القضايا، الملفات التعليمية العالقة، سبل علاج هذه القضايا التعليمية المهمة. كذلك ملتقانا شاركنا في مجموعة مختلفة من القطاعات والمؤسسات الدولة والأفراد. نعم أستاذة هبة، شنو الهدف من إطلاق مثل هذا الملتقى؟ والله أستاذتي الكريمة، الهدف منا أن ودنا نناقش ونبرز أهم القضايا اللي أرهقت الميدان التربوي. نعم. في قضايا وايد مهمة عالقة ودنا نسلط الضوء عليها، بما أن إحنا ملتقانا هذا يضم عديد من المختصين، فقد نخرج منها بأطروحات، توصيات، حلول قد تصل إلى أصحاب القرار، خاصة عارفين أن إحنا إن شاء الله في الفترة القادمة مقبلين على عهد جديد، على مرحلة جديدة، نجعل إحنا سلم القضية التعليمية من أولى أولوياتنا لإصلاح وإبراز المجتمع. إحنا كذلك هذا دورنا في جمعية المعلمين، مسؤوليتنا تقع هذه المسؤولية على عاتقنا، أن نبرز هذه القضية التعليمية ونوجهها تكون من أولى أولويات المجتمع وأيضا الدولة. نعم أستاذة هبة، يعني يقام الملتقى تحت عنوان التعليم أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية، يا ريت تكلمينا عن هذا العنوان وسبب اختياركم له. التعليم، احنا اخترنا هذا العنوان التعليم أولوية لأن فعلا احنا مؤمنين إيمان كامل أن التعليم هو أهم الركائز اللي إذا احنا نبي يعني نتطور بدولتنا يرتقي المجتمع يبدأ من الركيزة الأولى وهي ركيزة التعليم. احنا إذا أسسنا التعليم بصورة صحيحة يصقل لنا الفرد قادر على الابتكار، قادر على الإبداع، هذا الفرد هو يقود هذا المجتمع للرؤية اللي تشوفها الدولة، الرؤية الجديدة، مواكبة العهد الجديد. فهذا هو النظرة الأولى في أن تكون فعلا التعليم هو أولوية. كذلك إحنا ركزنا على أن أيضا التعليم هو مسؤولية مجتمعية، وايد رابط مهم بين التعليم وقضايا التعليم وإنشاء هذا الفرد في المؤسسة التعليمية اللي يعيش فيها يعني فترات وسنوات كبيرة، أنت تثقله داخل العملية التعليمية وداخل المجتمع التعليمي، يقود لك المجتمع ويقود لك الدولة في كل مجالاتها. نعم. نشوف في أي دولة ترسم خطة للتطوير ويعني خطة جديدة للنهضة، شوف تركز أولا بداية على التعليم، لذلك إحنا مؤمنين أنه هو أولوية وكذلك هو مسؤولية مجتمعية تقع على يعني أطراف مجتمعية متعددة. نعم. أستاذة هبة، بما أن إحنا نعيش ظروف استثنائية منذ فترة أثرت على جوانب كثيرة في حياتنا، فنبي نعرف ما هي وسيلة وطريقة إقامة هذا الملتقى؟ نعم، إحنا بسبب ظروف جائحة كورونا فإحنا اعتمدنا في ملتقانا هذا يكون بدون جمهور، فهو ملتقى افتراضي فقط، ننقله عن طريق مسرح جمعية المعلمين بالدسمة، ينقل على التواصل الاجتماعي وقنوات الإخبارية، نواكب في التحول الرقمي المنشود، فهو عبارة عن ملتقى يضم فقط الضيوف وننقله إعلاميا لكل من هو مهتم في هذا المجال. نعم، أيضا إذا تكلمينا عن المشاركين والمختصين في الملتقى من أصحاب الخبرات التربوية، وأكيد مثل هذه الملتقيات تحتاج إلى أشخاص تربويين مختصين في هذه المواضيع المهمة.
نعم أخوي أحمد، أعيدك الرأي. فعلا إحنا حرصنا على أن يكون عندنا مشاركين من ذوي الاختصاص ومن جميع القطاعات يعني التي تهتم بالعملية التعليمية. مثلا شاركنا وزراء سابقين مثل الدكتورة موبي الحمود والدكتور مساعد الهارون. حرصنا أن يكونون من أهل الميدان، مثلا وكلاء مساعدين في وزارة التربية مثل أستاذ محسن برقبة وهو مختص بالجانب الإعلامي. حرصنا أن أيضا حتى يكون التعليم له أولوية في سلم الخطط خطة الدولة. نتشرف أيضا مشاركة الدكتور خالد مهدي الأمين العام مجلس الأعلى التخطيط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لأن لها دور كبير في جانب التعليم. شاركنا دكتور زياد نجم أكاديمي ومختصين من جامعة الكويت، مثلا دكتور فايز طفيري، دكتورة إسراء العيسى والدكتور عبد العزيز بقعوي. كذلك لأن احنا نؤمن أن القضية التعليمية لها جانب يجب أن يكون من جانب السياسي حتى تكون من ضمن أولويات الدولة. عندنا أيضا من مجلس الأمة شاركنا النائب السابق أسامة الشاهي. نعم أستاذة هبة، أنا قرأت شوية عن موضوع الملتقى هذا، يعتقد انطلاقته راح تكون في 16، يحتوي على 4 جلسات، عدل؟ أي نعم. أي نعم، وكل جلسة فيها عدة محاور. كلمينا شوية عن الجلسات هذه من فضلك. أي بإذن الله تعالى. ينطلق مؤتمرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا 16 نوفمبر الساعة 7 مساء، يحتوي على 4 جلسات. جلستنا الأولى تكون يوم الأثنين 16، والجلسة الثانية يوم الأربعاء تاريخ 18، ثم يليه جلستين الأسبوع القادم، جلسة بتاريخ 23 نوفمبر وجلسة بتاريخ 25 نوفمبر، وهي الجلسة الأخيرة اللي نختم فيها الملتقى. كل جلسة يعني تضم وتشمل وتشرح ملف مهم من ملفات قضية تعليمية. مثلا الجلسة الأولى راح نتكلم عن وقفات وقضايا وملفات عالقة في وزارة التربية ودورنا في إثرائها. الجلسة الثانية تتحدث عن التعليم وفق رؤية الكويت 2035، وهذا وايد مهم أن نضع الرؤية الإصلاحية لوضع التعليم. الجلسة الثالثة تتكلم عن دور المؤسسات وأفراد المجتمع في دعم التعليم، وكذلك الجلسة الرابعة والأخيرة واقعنا التعليمي واتجاه البوصلة. نعم أستاذة هبة، لكل شخص حاب أن يشارك معاكم في هذا الملتقى، شنو الطريقة للمشاركة؟ وهل هناك فئات معينة يعني تقتصر عليهم المشاركة، سواء الأعمار أو التخصصات؟ احنا ان شاء الله نتشرف طبعا بمشاركه الجميع، ومؤتمرنا مفتوح لكل افراد المجتمع، سواء المهتمين من اولياء امور، من متخصصين، من اكاديميين، من معلمين ومعلمات. فقط طريقه المشاركه هو متابعه القنوات الخاصه بجمعيه المعلمين. راح ننقلها كلها لايف، يعني الجلسات النقاشيه باذن الله تعالى. كذلك معتمدين على النقل في اللي هو منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإخبارية، ففقط هي المتابعة القنوات الخاصة بجمعية المعلمين. نعم أستاذة هبة، بعد هذا الملتقى الغني ما شاء الله في محاورة، شنو عندكم جديد في جمعية المعلمين الكويتية؟ احنا جديدنا ان شاء الله هذا الملتقى، وايضا اطلاق منصة همم. هي منصة تهتم بالجانب التطوعي، شاركوا فيها مجموعة كبيرة في الفترة السابقة من معلمين ومعلمات، وحرزوا على مراكز الله يبارك لهم على مستوى الوطن العربي. فاحنا ان شاء الله هذه المنصة عقب ما فتحناها يعني للمعلمين والمعلمات من باب التطوع والمشاركة، راح نطلقها بشكل أكبر وبحلة جديدة نشارك فيها أكثر من 1000 متسابق على المستوى العربي، وحصلوا على إشادات وجوائز دولية. لذلك هو جديدنا اللي إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى نربط هذه المنصة مع شبكات إقليمية عالمية مثل شبكة الإقليمية المسؤولية المجتمعية. كذلك راح يدخل لنا فيها ويشاركنا فيها الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية. أكيد جهود كبيرة جدا تقدمها جمعية المعلمين من خلال هذه الأنشطة والملتقيات والفعاليات المختلفة دائما حتى من خلال هذه الظروف. كل الشكر للأستاذة هبة السعد، رئيس الملتقى التربوي وعضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، على مشاركتها معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. فاصل وراجعين، خليكم معنا.